حسن مش ضد القرار 25 او 30، هو احنا ضد العشوائيه في اتخاذ، يعني لازم يبقى في مرحله انتقاليه او في اجنده واضحه بالنسبه للانديه. ليه 30 ليه 25 ليه وليه فجاه بيحصل كذا؟ أيوة وليه فجاه؟ عايز اقول لحضرتك على حاجه بس ليه اربع لعيبه؟ قولوا لي بقى موضوع الاربع لعيبه، ممكن تشرحوا لي اربع لعيبه؟ مش انت حضرتك دلوقتي نادي كبير وداخل في بطولات ومشارك وشارك اربع لعيبه؟ لا انا فنيا ايه الحكمه ان يبقى في ثلاثه في الملعب واحد بره؟ ليه الاربعه ما يشاركوش؟ فاهم يعني؟ انا برضو مش فاهم يا استاذ حسن، ليه الاربعه ما يبقوش في الملعب؟ يعني في عشان دي ما تبقاش ميزه للاهلي والزمالك. انا لا كابتن، ما نقدر اتعاقد كل الانديه، كل الانديه تتعاقد مع فرق كل الانديه تتعاقد، بس اللي بيتعاقد بكميه باعداد اكبر يعني او داخليه بيجيب لعيبه ثلاثه بس في الملعب يا كابتن اسماعيل. للجميع كابتن اسماعيل استاذ حسن، الداخليه بيجيب اربع خمس لعيبه كل سنه يختبرهم ويشوفوا يختاروا يطلع منه عنده لعيبه كويسه.